أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. هناك تقدم طفيف لترامب على بايدن في هذا اليوم، وقد يكون هذا التحول تحولا راديكاليا باتجاه ترامب الذي كلما صفع في الكورونا فيروس البايدن يركز على هذا الموضوع، كلما تقدم في الشرق الأوسط كثيرا ليس في مجال التطبيع الإسرائيلي العربي فقط خصوصا الإماراتي والخليجي، بل أيضا في قضية إيران وتركيا وشرق المتوسط وما تقدم الولايات المتحدة الأمريكية كعضو مراقب لأول مرة في منظمة إقليمية لشرق المتوسط. إذا نحن أمام تطور كبير جدا في السياسة الخارجية تعتمد على العقوبات وتعتمد على الانتشار العسكري، وخصوصا أننا نجد تماما كلما انسحب الأمريكيون بعد أن استولوا على قطاع النفط العراقي بشكل شبه كامل 98.7%، فإننا سنجد إعادة انتشار خطير بالنسبة للبنتاغون في سوريا وفي حقول البترول أيضا، مما يجعل الرافدين تحت نفس المستوى من التواجد، ليس ضد داعش كما يتوهم الكثير، لأن هناك تصريح اليوم من البنتاغون بأن هناك إمكانية فعلية للقوات العراقية من أجل أو القوات المحلية في العراق من أجل محاصرة داعش، وبالتالي فإن هذه المعركة محلية ويمكن حسمها محليا على الأقل حسب الأمريكيين. ولذلك فاغتيال ما يسمى بالإرهابي في خطاب ترامب المقدم أمام الأمم المتحدة، فإن نسب قاسم سليماني إلى الإرهابي ثم جعل البغدادي كأنه الإرهابي الأول، قتل هذا وقتل ذاك على صعيد السنة والشيعة، هذا ما يعني أن هذا الانتصار لديه فحوى رمزية خطرة للغاية. ننتقل إلى مؤشر الفينانشال تايمز للتأكيد على أن هناك إحصاء على مستوى الهيئة الناخبة ب 271 لصالح بايدن في مقابل 143 بنسبة لترامب، وهنا يحسن ترامب أداءه قليلا نحو 43.2% لصالح ترامب و 50.3% لصالح بايدن. هنا السؤال المطروح، هذا التحسن الرقمي الذي يؤسس له الرهان على معركتين، معركة كورونا فيروس ومعركة المحكمة العليا، وبالتالي فإن التطور اليوم على صعيد الداخل هو يسير بهذين الاتجاهين، إما كورونا فيروس وإما المحكمة العليا. إذا نحن أمام هذا ما يسمى بالارتفاع الطفيف لصالح ترامب رغم هذه الأرقام، هناك على المستوى الداخلي وهناك على المستوى الخارجي. وبالنسبة لتحديد النسب، فبالنسبة لترامب فإنه يتأخر على صعيد الأرقام العامة، ولكنه يتقدم قليلا للغاية في الهيئة الناخبة، كبار الهيئة الناخبة، وبالتالي فأصبح هناك نوع من التوازي المحتمل في معركة الكورونا فيروس ومعركة المحكمة العليا وهناك معركة الشرق الأوسط. بهذه الأقطاب الثلاثة تدور اليوم الانتخابات، هذه مواضيعها. بالنسبة لترامب فهو يحقق الكثير بالنسبة للسياسة الخارجية والشرق الأوسط، لأنه استعاد هيكلة دور أمريكا في المنطقة، فإعلان قاعدة جديدة عسكرية في قبرص في لارنكا عبر مركز للمعلومات هناك، ثم توسيع التواجد العسكري في سوريا، وأيضا هناك قواعد جديدة ستكون بالمواصفات ما يسمى بالجيل الجديد أو نيو جينيريشن الجديد بالنسبة للبيسس الموجود اليوم أو القواعد الموجودة في الخليج. هناك معطى آخر هو هذه القواعد الجديدة بالتعاون مع الإسرائيلي الأمريكي، حيث الأمريكي يتحرك بإسرائيل، وهذا سيكون في الخليج كاملا، وهذا ما سيحاصر إيران على الأقل حسب التحديات التي عمل عليها ترامب في استراتيجيته الجديدة. وهنا يلعب ترامب على حسابين، أولا هي
دخول إسرائيل على الخط، فأصبح الوجود الأمريكي والإسرائيلي متطابقان في الخليج وفي المنطقة، وبدءا من العراق. هنا العراق فيه أزمة خطيرة للغاية، فمنذ 9 من شتنبر نجد في مقال الواشنطن بوست لريان مقالا دقيقا للغاية بخصوص الانسحاب المحتمل للجنود الأمريكيين من العراق. فأصبح كينيث فرانك ماكنزي على رأس القيادة المركزية للقوات الأمريكية يصرح بأن حرب داعش ستكون عبر القوى المحلية العراقية، وأن العراق سينجح في هذه المهمة لأن لدينا التدريب والاستشارة والعمل المخابراتي، إذ سنجد على أن CIA وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة في الانتشار داخل العراق، فأصبح هناك تواجد خطير للغاية للمخابرات CIA تحديدا. وهنا سيكون لدينا شيئا مركزيا وخطيرا للغاية. الDIA وهي تنتشر بقواعد جديدة في الخليج العربي إلى جانب إسرائيل، دخول المنظومة الإسرائيلية إلى العراق ومواجهتها إيران من داخل العراق، ليس فقط في الخليج وإنما أيضا من داخل العراق، ولأول مرة سيكون أكثر من 812 ضابطا إسرائيليا في قلب بغداد لأول مرة في تاريخ العراق. وهذا ما يعتقده الأمريكي بأنه أساسي جدا في الحرب على إيران، في الحرب على النفوذ الإيراني في العراق. وبالتالي فأصبح هناك منظومة إسرائيلية متكاملة مصحوبة بالCIA في قلب العراق في مقابل الDIA واستخبارات البنتاغون في باقي الخليج العربي. وهذا التوزيع تماما هو توزيع ما بين الموساد بمكتبه في أبي ظبي وما بين مخابرات اتصال الجيش الإسرائيلي والذي يتعاون مع CIA. سيكون من الغريب جدا أن نجد أن الجيش يتعاون مع CIA دونا عن الموساد. هذا سيجعل منه على أن الرقعة واحدة، الرقعة اليوم واحدة بين العراق والخليج لضبطه واستعادة العراق من تحت ما يسمى بالنفوذ أو تحريره من أنياب إيران، تحويله إلى الخليج عبر هذه المنظومة الجديدة. إذا كلما كان السحب، لأن هناك 3000 اليوم حوالي الثلث ما تبقى، وكانت قبل 5000 مستقبلا، يعني أننا أمام انسحابات في الحدود ما بين 3000 و5000، وتواجد بهذا الحجم تماما، لأن حسب إحدى الوثائق السرية للغاية فإن تواجد 2221 ما يسمى 2221 بالنسبة للCIA. CIA موجودة بهذه النسبة داخل العراق، ولا يمكن لأحد أن ينزل على 2221 عنصرا أمريكيا في داخل العراق. وما تبقى من ذلك حوالي بين 800 اليوم قد تنزل إلى 400، وكلها تبعا للمنظومة الإسرائيلية. إذن العراق لأول مرة سنجد البصمة الإسرائيلية ضد إيران، كل ما فتح الإيرانيون بابا إلا ووجدوا الإسرائيليين الإماراتيين والخليجيين والآن في العراق. هذه اللعبة مكشوفة للغاية. أما بالنسبة للبندقية العراقية فإنها ستوجه نحو التحدي الأساسي وهو داعش، حزب الله العراقي وغيرها من الفصائل الإيرانية. يجب سحب الجنود الأمريكيين ووضع هذه المهمة باتجاه حزب الله العراقي وهذه الفصائل الشيعية، فتكون الفصائل الشيعية في مهمتها هي ضد ما يسمى بداعش أو ضد سنية داعش. وبالتالي نحن أمام دراسة مضبوطة، نفس ما يجري هناك 8600 ستنزل إلى 4000، هي بنفس القدر الذي سيكون عليه أيضا في العراق.
النزول إلى 4000 والإبقاء على ما يسمى بالرول بهذه المسطرة 2221 بالنسبة للسي اي اي. عمل السي اي اي من داخل بالجنود من داخل الجنود نفسهم الأمريكيين، هذا ما يمكن ترتيبه اليوم. والخطورة الشديدة هي عندما تكون المنظومة الجديدة المستخدمة اليوم لحماية مطار بغداد، بل إن المعلومات التي قدمت وهذا لأول مرة ينشر، المعلومات المقدمة للأمريكيين في ضرب قاسم سليماني بعد طيران الطائرة كانت معلومات إسرائيلية 100%، سلمت للأمريكي. واتصل نتنياهو ليقول هذا لأول مرة، هذا الصيد فهو لك. إذا المشكل الأساسي هو المنظومة الإسرائيلية العاملة في سوريا. إذا هذا الضبط لا تريده، كان يمكن قتل قاسم سليماني في سوريا ببساطة شديدة، ولكن الكل كان سيدفع الثمن، كان ستدفع إسرائيل الثمن لأنها أمامها الجولان، كان احتمالا كبيرا، وهذا الخوف هو الذي جعلها تتجه إلى قتله في العراق، لأنها هي تريد أن تصل إلى العراق، تريد لمنظومتها الاستخبارية أن تصل إلى العراق، واليوم هي في الإمارات. الخليجيون اليوم يمولون وسيمولون العراق الجديد ليلتحق بالمنظومة الخليجية وتأمينها، وسيكون الإسرائيلي يعمل في أبي ظبي كما سيعمل في بغداد تماما من أجل الحد من النفوذ الإيراني بشكل كامل. هذه الاستراتيجية هي استراتيجية خطرة للغاية، وهنا التواجد الاستخباري والعمليات الخاصة، فرق العمليات الخاصة. وهناك شيء ثاني هو حدود، في حدود 1000 عمليات خاصة. إذا نحن أمام ترتيب آخر في العراق، سينسحب الأمريكيون وسيعودون أقوى بفعل التكنولوجيا وبفعل المنظومات الإسرائيلية العاملة من داخل الإمارات. ولذلك نجد الضغط الشرس جدا في هذه الأيام على الكويت من أجل إلحاق هذا المحور من الإمارات الكويت وإلى العراق. إذا نحن أمام ترتيب خانق للغاية بالنسبة للكويتيين على وجه التحديد، أمام ما يرسمه ترامب. ترامب يريد في إحدى اللحظات أن يحقق وقبل الانتخابات ضربة نوعية ضد إيران. اسمعوا جيدا ما أقول، وتأكدوا مشاهدي على أن الخطة الناجزة اليوم وعبر كل ما يجري اليوم في الشرق الأوسط هو أنه وقبل الشهر الأخير، قبل الأربع أسابيع الأخيرة من الانتخابات، ستكون عملية نوعية. صحيح على أن الفرنسيين اليوم في توافق مع حزب الله في لبنان، إذا حسن نصر الله اليوم ليس وقته، والإسرائيليون يقولون أن استهدافه لن يجدي شيئا بل سيغير المنطقة إن حدث قتله. ولكن هناك بحث عن صيد ثمين إيراني دون أن تستطيع إيران أن ترد. ولذلك ردت المخابرات الإيرانية والحرس الثوري بأن الانتقام لقاسم سليماني لا زال مفتوحا كي لا ينتقل الأمريكي إلى رقم آخر. والأمريكي وترامب يريد دفع عملية نوعية، هذا هو أساس ما يجري اليوم، وهذه هي المخططات الناجزة التي يفكر فيها ترامب مع مستشاره للأمن القومي. وهناك احتمال كبير جدا إن لم يكن هناك هدف محدد بالنسبة لإيران، سيكون هناك لأول مرة ضرب لكل المنشآت الإلكترونية والعسكرية في طنب الصغرى وطنب الكبرى أو أبو موسى. إذن هناك عملية نوعية ستحدث، هي لم تحدد إلى الآن، لكن العملية هي التي عملية نوعية ضد إيران أو ضد أحد العناصر الكاريزمية في الشرق الأوسط لإعطاء نفس لترامب. هذا ما نؤكده اليوم، وإلى اللقاء.